بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جالي دلوقتي، لو انا شغال في شركه بس ما باخدش خبره، يعني لا اما ما فيش شغل خالص، لا اما الشغل مطلوب مني حاجه تلقائيه وما تاخدش وقت كتير وما فيهاش خبره. يعني ممكن يكون مثلا كل الحاجه اللي هو بيعملها حاجه اداريه كده، بيمضي على حاجه او بيشوف حاجه وخلاص على كده، انما كخبره عمليه ما فيش. يعني انت بتاخد مرتب كويس ومش حرام، لان هو ده اللي مطلوب منك في الشركه، انت بتقدم المطلوب منك، بس ما فيش شغل، اعمل ايه؟ يعني قدرًا كده كنت بتكلم مع صديق ليا، فحكى لي ان هو كان فعلا وقع في الموضوع دوت، ان هو كان شغال في شركه وبياخد منها خبره كويسه جدا، وبعد كده جاله عرض في شركه تانية بمرتب بضعف اللي بياخده، وراح هناك قعد سنتين، والسنتين دول ما خدش فيهم خبره خالص. فلما لقى نفسه ما بيستفادش، بدأ ينتبه كده لنفسه، انا كده هفضل طول عمري ما بستفادش حاجه، خبرتي هما السنتين اللي بدأت بيهم. فروحت المحاسب بقدم استقالتي، فقال له كلمة غريبة، قال له أخيرا قررت تشتغل باشمهندس. يعني هو الفترة اللي فاتت دي كان مجرد مثلا ايه، بيروح بيسلم على الناس ويقعد وبتاع، فما فيش استفادة خالص. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تحاول تدور على مكان تاني من غير ما تسيب المكان اللي انت فيه، لان الفرص العمل صعبة دلوقتي، فما تقدمش استقالتك وتستعجل، لا انت دور على مكان تاني وانت شغال، وحاول تستفاد بوقتك. يعني كان احد الناس اللي فاضل، يعني كنت قعدت معاهم في مرة، فبيقول انا كنت قاعد في شغال في مكان حكومي، فمش مطلوب منه حاجة خالص، مطلوب منه بس يجي الصبح يمضي ويقعد يتكلم مع المدير ويفطر فول وطعمية وكشري وكده، ويقعد لاخر اليوم يقعد يتكلموا ويروح مروح. فهو لا، قعد يعمل ابحاث في نطاق عمله، يعني حاجه بيقدمها فعلا للشركه بس مش مطلوبه منه. اخوانا انا عملت بحث مثلا عن ضغط الهواء، عملت بحث عن كذا، ويسهر طول اليوم ويعمل ويتعب ويبذل كل جهده ان هو يعمل حاجه نظيفه، ياخد منها خبره ويستفاد منها، وتبقى حاجه في السي في بتاعه، وتبقى حاجه يحلل بيها الفلوس اللي هو بياخدها، وتبقى ايه، يعني مزيد من الخبرة. دي حصلت. أنا حصل لي موقف برضو، إن أنا كنت شغال في شركة، والشركة دي قعدت فيها سنة كاملة مفيش حاجة مطلوبة منك. يعني هو صاحب الشركة عارف إن مفيش شغلانة، بس هو عمل شغلانة في السنة ديت جابت أرباح الناس كلها، فيعني قصة كده، فأنت مش مطلوب منك حاجة خالص، والمدير عارف وصاحب الشركة عارف، والفريق كله او الشركه كلها كانت بتلعب لعبه اسمها ميدل فونر، بتمسك سلاح كده دشيش. فالمهم انا قلت يعني السنه دي هتعدي، وكل اللي هتعلمه ان انا امسك البازوكا واقعد اقتل في الناس. لا، فرحت اتعلمت برنامج اسمه ماجيك ياد، ده من اول برامج البيم اللي اتعلمتها، هو نفس فكره الريفت ونفس فكره الاكاديمي بي، ورحت خدت كورس ريفت، اتعلمت الماجيكات وكتبت فيه كتاب اسمه شرح الماجيكات، طلع على المدونة عندي ببلاش، وبعته للشركة، وكنت عملت نموذج كده مع نفسي وبعت لهم، قلت لهم شوفوا الشغل ده، فعجبهم جدا. انا ما اعرفش ان حد في الوطن العربي سمع عن البرنامج، وكنا عايزين نبدأ ندخل في السوق، وقعدنا نتكلم كتير مع بعض. وبعد كده اتعلمت لغة برمجة الاوتوليسب وبرمجت بيها، وعملت كتاب شرح الاوتوليسب، وتعلمت السكتش اب كان لسه نازل جديد، وعملت كتاب في الشرح بتاعه، وكتبت شوية كتب كده. كل واحد بقى انت قاعد فاضي ال10 ساعات، فبتقعد تفتح وتدور والحاجات دي كلها. والفترة دي برضو كنت بدور على شغل، وممكن اخد شغلانة بعد الشغل. انا ما بحبش الموضوع دوت، بس انت خايف ان يديك تتقل، يعني انا بحاول قدر الامكان وقت بعد الشغل ده يبقى تعلم، بس انت فعلا ما بتشتغلش. كنت ممكن اخد شغلانه كاد مطلوبه مني كاد، واسلمها كاد، واعملها بالبيم واسلمها له، واسلمها هو عايزها كاد فاسلمها له كاد في الاخر. بس الفكره ان انا استفدت من تقنيه البيم، وسالت عن نفسي بعض الحاجات اللي هتاخد مني وقت في الكاد، كنت اعملها بالبيم، كنت اعملها ليا انا عشان انا اخد خبره. فملخص الرغي الكتير اللي انا قلته دوت، حاول ما تضيعش وقتك، الوقت ده هتحاسب عليه. اتعلم اي حاجه لو انت مش مطلوب منك شغل خالص وقاعد فاضي، ما تخلكش فاضي، لا اشغل نفسك. سيدنا عمر بن الخطاب بيقولك اني لا اكره ان ارى الرجل سبهللا، لا هو في امور الدنيا ولا هو في امور الاخره، قاعد بيعمل ايه مش عارف. فلا، حاول تشغل وقتك باي حاجه مفيده تفيدك في حياتك العمليه وحياتك الدينيه والدنيويه كله، ودور على شركه تكون تستفاد منها،
في 3 حاجات لازم تهتم بيهم. طبعا الخبرة، يعني ممكن تسيب شركة لشركة تانية عشان الخبرة. الفلوس، الراحة النفسية. لو انت مش مستريح نفسيا، ده معناه ان انت هتأثر على حياتك وعلى العيلة وحياتك كلها. فلو انت مش مستريح نفسيا، وحاول في بعض الحاجات اللي ممكن تعملها تصلح الموضوع. لو الموضوع ما تصلحش، خلاص تسيب الشركة، حتى لو هتروح شركة بمرتب اقل وكده، بس المهم ان انت تكون مستريح نفسيا ومكنش حاسس ان في حد بيعمل معاك مشاكل. اتمنى الناس وانا منهم نستغل وقتنا، واتمنى ان كل واحد يكون مستريح في شغلته باذن الله. صباحكو سكر.